اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين المملكة الأردنية والجمهورية اليمنية يأتي في بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، ويأتي أيضا مع رئاسة الأردن لمجلس الأمن، ويؤكد على أن الأردن كما أعلن مندوبها الدائم في مجلس الأمن ورئيس المجلس حاليا على أن الأردن ستقف مع مخرجات الحوار الوطني ومع أمن واستقرار اليمن. زيارتكم هذه تمثل دعما سياسيا لنا أكثر مما يعطي الانطباع لدى العالم أجمع. منذ حرب إيران إلى الحربين على جلالة الملك يضع كل مقدراتنا على تواضعه لخدمتكم في الأصعدة العسكرية، في الأصعدة الأمنية، في الصحية، في الإعلامية، التربوية، في كل مجال. لا